ممكن افشل اذا خشيت قضيه ونحن ما عند الرؤيه. القضيه ما قضيه شخصيه، قضيه شنو؟ الرؤيه. ففشلت، خلوا بالكم مضبوط، خلوا بالكم شديد، فشلت الحكومه المدنيه لانه ما هم كويسين، وانما لانه ما في رؤيه استراتيجيه. فطوالي اتجهت السلطه الى الفريق عبود. عبود ما قلبها، مشت له. عبود قال لهم وين الخطه؟ ما في. طيب وين جهاز التخطيط؟ ما في. الله، انتم بتسووا في شنو؟ طيب كنتوا ما يا جماعه، اول حاجه افترت عملها انه اساس المكان بتفكر فيه معقول تطلع من تخش الحمام وتستحمى وتلبس وبخ بخ بخ الريحه وتمرق الشعر يا رب امشي وين؟ ها ممكن، ما لازم البت تخطط هذا، ماشيين وين احنا؟ ماشيين يعني احنا اصلا ماشيين وين؟ فعبود قام مشى الاتحاد السوفيتي، عمل شغل محترم جدا، لكن فجاه كده انقلب مشى وين؟ الاتحاد، الولايات المتحده. تزبط بس، انا ضد بس ما تزبط، لكن ما بس. فقمنا سر الختم الخليفه ماسك الطباشيره في الفصل بكتب. جات البرغيه، يا سعد يا استاذ برغيه، نعم. قال لي تم تعيينكم رئيسا للوزراء. امك، طيب وين الخطه؟ ما في. قلنا لو تنقل بس، بدل ما نقول لا نرجع للخطا 55، انتج الفكره عشان يجي البرلمان المنتخب يجيزها، لا تنقل بس. فنقلها، فانتقلت السلطه بنفس الطريقه بتاعت 55 ديمقراطيه لناس لكن ما عندهم خطه. يا اخي الديمقراطيه يعني ما انك تنتخب فلان على الخرطوم، في حاجة أكبر من كده. فتكرر نفس الخطأ، فلغياب نفس الرؤية فشلت الحكومة المدنية، والنتيجة خرجت التذمرات، انقلاب الرشيد الطاهر بكر، خالد الكيد، مين إلى نجح رئيس نميري بالانقلاب بتاعه، لقى السودان واقف في محطة الولايات المتحدة. رجعنا تاني للاتحاد السوفيتي، تاني رجعنا للولايات المتحدة. تزبط بس ثورة أبريل 85، الجزء اللي طفعنا فاتح بطن المريض، لا يا اخوي قفل قفل قفل، انت بقيت رئيس وزراء. كويس؟ وين الخطه؟ ما في. قلنا لا تنقل بس، مع انه كان ممكن ظلم مؤهل انه يسوق المدن ينتج الرؤيه عشان يجيز البرلمان جمعيه تاسيسيه، لكن نقل بس. فنفس الخطا بتاع 55 هو نفس خطا 64، هو نفس الخطا حصل في 85. فالنتيجه جات الحكومات الثلاثه فشلت، إلا عن نعاه الشريف زين عبدين الهندي رحمه الله، لما قال لي لو جراء كلب ما بقول له جر. أها تلوب جاتكم الإنغاز. لاحظوا الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، دول الاثنين في عذاب الله. هدف. طيب سقطت الإنغاز. يا جماعة من حقك انك تسقط امريكا، من حقك، من حقك، لكن خدت افكرشك، قول بعد 50 سنة حكومة ما عيب، لكن الكلام ده خدته شنو؟ في بطنك، خطط ليه وابني ليه ما عيب. فسقطت الناس، اها حاسة سقطت. انا في الاعتصام بتذكر بشرح الكلام ده، واحد قال لي ما فهمتها، فدفرت وقع. نفض منطقة بروف، ليه دفرت؟ انا قلت له الان انتوا الان عملتوا شنو؟ دفرتوا الانغاز وقعد زي كده وعملتوا كده. راجين كان ما في ملائكة ستنزل من السماء عشان. يا أخي ما كفاية تسقط بس، النتيجة ربكة سنتين من الارتباك، ما يكفي تسقط بعدها. فهل حس عاوزين من فترة انتقالية تنقل بس؟ الفرق الوحيد اللي حيحصل إنه مش حتدور الداية خبيثة، إنه لن نجد السودان كما كان الآن دولة موحدة، حيكون خمسة دول، دارفور، شريك ابو حمد مع جنوب مصر، الجنوب الجديد حيتوسع الى، ما في. القصه ما هي ظهر، وما بتتحمل الانانيه الكراسي. واحد عشان كرسي بس شخصيا عنده حب الكرسي يقوم البت روح. فالدائره دي يا جماعه بتتكسر الا برؤيه. ما بتتكسر ساكت، ما بانتخابات، يبقى الديمقراطيه ما فقط انتخابات. الديمقراطيه لابد ان يكون في شنو؟ في رؤيه وطنيه.